في لقطات من تمرينة المنتخب النهارده في استاد القاهرة الدولي، نتمنى له التوفيق. طبعا بطولة ودية لكن مستنيين، ويمكن اللي كانت أو الحاجة اللي الناس كلها كانت بتحس إنها غايبة عن المنتخب خصوصا في بطولة أفريقيا الأخيرة. طبعا دي لقطات على الهواء من تدريب المنتخب الوطني من استاد القاهرة الدولي. ده منذ قليل جدا يعني. خليني أقول إنه حسينا إنه سيبك من التكتيك وسيبك من الإمكانيات، لإنه بالذات في بطولة أفريقيا الأخيرة نهاوند إحنا كان عندنا سكواد انا شخصيا كنت مراهن عليه وخسرت الرهان، يعني كنت شايف انه مش انت لوحدك الحقيقه، يعني كنت شايف انه السنه دي او البطوله دي منتخب مصر قادر يرجع بشكل كبير جدا لشخصيته والمستوى اللي احنا افتقدناه في حتى السنين اللي وصلنا فيها. الماتشات النهائي اللي لعبنا فيها نهائي ما كانش هو ده المنتخب. ما هي دي المعادله اللي مش مفهومه الحقيقه، لما بتيجي تتكلم كده بالورقه والقلم بالاسماء عندك المحترفين والمحليين والانديه اللي بينتموا ليها وغيره والاداء اللي هم عاملينه على مدار السنه والموسم مع الانديه بتاعتهم، تلاقي ان انت عندك سكواد قوي جدا. طب تعالى بقى لما تلم اللعيبه دي في سكواد واحد للمنتخب مع برضه خلينا نقول مدير فني البعض كان في الاول مش هقول بيراهن عليه، ما وصلش معانا الصراحه لقصه او لليفل المراهنه، لكن الناس كانت لحد ما مطمنه. انت كنت شايف مباريات وديه حلوه ما بتخسرش، الاداء مش افضل شيء، بس كنت بتقول انت برضو المباريات الوديه مش لازم تظهر فيها افضل ما عندك، بس كنت مطمن الى حد ما. ناس كتيره كانت بتقول لك يمكن يحصل حاجه، يمكن المره دي تبقى مختلفه. اتكلمنا وشفنا كتير جدا من اللقطات اللي المفروض كانت محفزه بشكل كبير جدا، سياده الرئيس لما راح زارهم، الوعود اللي احنا خدناها كمان من اللعيبه كانت قويه جدا، محمد صلاح كان ليه برضو تصريحات قويه جدا شجعتنا احنا كجماهير وادتنا ثقه كمان ان ممكن يكون بشكل مختلف. لما تيجي تعملي عشان الناس دايما بتقارن مثلا بين اي نسخه من نسخ المنتخب، مش عايزه يعني اتكلم على الجيل ده، لكن اي نسخه ظهرت للمنتخب في اي وقت، والجيل بتاع 2006 2008 2010 اللي هو الجيل الذهبي اللي لا يعوض، الجيل اللي جاب ثلاث بطولات ورا بعض، والجيل اللي يعني نايم منتخبات كبيره قوي في افريقيا بره وجوه مصر. نايم افريقيا، خلينا نقول صحيح، ثلاث سنين فعلا سيطره شبه تامه على المنتخب. انا بشوف انه الجيل ده ما يقلش بصراحه، يعني شايف انه إن على مستوى المحترفين يمكن يتفوق بمراحل. انت النهارده عندك اربع او خمس لعيبه محترفين مؤثرين جدا مع فرقهم، بيلعبوا في دوريات قويه جدا، دوري الماني هتلاقي، دوري فرنساوي هتلاقي، دوري انجليزي هتلاقي، وحتى الدوري التركي. ممكن لو اتكلمنا على تريزيجيه واحد من اكثر لعيبه المؤثرين مع منتخب مصر في السنوات الاخيره. لما تتكلم محليا الاهلي مسيطر على افريقيا تقريبا بقاله اربع سنين، حتى السنه اللي ما كسبش فيها بطوله افريقيا كان بيلعب فاينل، فريق فيه عدد كبير جدا. كاس العالم، ماتشات كاس العالم اللي بيروحها في نسخ مختلفه، لعب قدام ريال مدريد، لعب قدام فلومينينزي، لعب قدام اتحاد جده، بص اللعب امام مونتيري، امام سياتل ساوندرز، كل دي فرق كبيره جدا عندها امكانيات ضخمه، ورغم كده الاهلي قدر يداوب الفوارق ويقدر يتفوق على الفرق دي كلها. فعشان كده بقول كانت المحصله المنطقيه في امم افريقيا ان منتخبنا يظهر بالشكل اللي احنا كلنا مراهنين عليه، واللي نتمنى ان شاء الله، ودي الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها، انه مع كابتن حسام والرهان على حسام حسن جزء كبير جدا منه الدوافع ما الروح. هي برافو عليك، هي دي نقطه مهمه جدا، هو دي النقطه اللي الناس بتراهن عليها بالمناسبه، لان زي ما احنا بنيجي نتكلم فنيا، انت فنيا كنت كويس جدا، انت فنيا فعلا كنت كويس جدا، عندك لعيبه قويه، عندك لعيبه جاهزه، عندك لعيبه كان نفسها فعلا تسعد الجماهير المصريه بعد غياب فعلا كان وقتها 13 سنه داخلين في ال 14. فلا ده رقم كبير، ده رقم كبير، وافقد الثقه في المنتخب. نتكلم بصراحه شويه، تعالى نقيس، وده الكلام ده محمد صلاح برضو قاله وناس زعلت منه، بس هو واقع. لما تيجي تتكلم على المباريات للمنتخب ومباريات تحديدا حول النادي الاهلي، واللي يزعل يزعل، النادي الاهلي مش هتلاقي مكان لو المباراه شغاله حد بيبص يمين او شمال، محدش بيتوارب، الناس باصه على الشاشه طول المباراه، لكن مباريات المنتخب وانا شفتها بعيني، لا يا احمد محدش منتبه، وده يرجع صحيح للثقه اللي النادي الاهلي بيديها، ويرجع للثقه للاسف الشديد المنتخب على مدار كذا سنه فاتت ما كانتش موجوده عند الجماهير. نتمنى النسخه دي ان شاء الله تكون مختلفه، وعندنا امال كبيره. عايزين على الاقل في البطوله دي نقول انه في اختلاف، مرحله جديده، صح. يعني نقول في بدايات مبشره، نراهن على التجربه ان شاء الله تكون ناجحه مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم، ونتمنى ان شاء الله لمنتخبنا التوفيق. صحيح بطوله وديه، لكن في النهايه نتمنى نشوف المنتخب بيظهر بشكل وبروح جديده، وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي يبدا مشواره يوم الجمعه.